نعم، إلى الآن ما يزال نائب الرئيس جو بايدن هو متقدم، قد يكون بفارق ضئيل من النقاط على منافسه هي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن ما تزال هنالك بعض الولايات أخص منها بالذكر كما ذكر التقرير أيضا جورجيا، ميشيغان، أيضا نورث كارولينا، بنسلفانيا. هذه الولاية هي التي ستحدد مصير الفائز في الانتخابات وفق القاسم المشترك او القاسم الانتخابي او ما يسمى بالمجموعه الانتخابيه او الكليه الانتخابيه، حيث تمتلك بنسلفانيا 20 مقعدا و20 صوتا فيها. طيب ليث، بحسب استطلاعات الراي يعني هذه الولايه هي اقرب لان تدلي باصواتها لجو بايدن ام دونالد ترامب؟ نعم، بعد ما حدث في عام 2016 صراحة لا يمكن الاعتداد باستطلاعات الرأي التي تخرج من هنا أو هناك، قد تكون النتائج مغايرة تماما. التقدم الآن في هذه الولاية بفارق ضئيل أيضا لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها لم تحسم بعد، توقف عد الأصوات إلى صباح اليوم، قد يبدأ عند الساعة 7 أو 8 صباحا، توقف ما بعد منتصف الليل. أعتقد خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم حسم الأصوات في هذه الولايات، لكن أحب أن أنوه أن هنالك عد آخر للأصوات التي أدلى بها الناخبون عبر البريد، هذه ستأخذ أياما أخرى، قد تطول إلى 3 أيام، وهو ما رفضه الرئيس دونالد ترامب في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب ليث، سنتواصل معك كل ما جد جديدا، أشكرك الآن جزيل الشكر. مراسلنا ليث إلياس، كنت معنا مباشرة عبر خدمة سكايب من واشنطن.